لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسرارها. ما يخص ورقة القلم بس وياكم بعدين. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أعمالي وظيفتي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على أسراره. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وأن أؤدي أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن أحترم الدستور وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص.